السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الطبق اللي كيجي اكثر من رائع. غنوجدوا الحمام بالكامون اللي كنقولوا لها كذلك اللحم المكومن، وغادي نرافقوا الطبق ديالنا بعض الخضر اللي كنطيبوها بطريقه سهله وكتجي لذيذه وصحيه. هذا الطبق يمكن لنا نحضروه للعائله، كيف يمكن لنا نحضروه يعني للضياف او في مناسبات. وهذه فكره كذلك لعيد الاضحى، يعني شهيوه من شهيوه عيد الاضحى. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في التعليق كيف جاكم الطبق. يلا ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا الطبق ديالنا كنحتاجوا الكيلو ونص حتى لجوج كيلو ديال اللحم، من الافضل يكون فيه العظم. كنحتاجوا لجوج معالق كبار ديال الزبده، معلقه صغيره ديال السمن الى عندكم ضامد السمن حتى هي مزيانه. كنحتاجوا الملحه والكمون، الملحه على حسب الذوق والكمون تقريبا واحد جوج معالق كبار، معلقه ونص حتى جوج معالق كبار ديال الكمون، فصوص ديال الثوم وكذلك زعفران الحر او لا زعفران شعره، وكاس ديال الماء. انا هنا غادي نطيب الحيمه غير في الطاجين، يمكن لكم طيبها في الكوكوط الا كنتم مزروبين. هنا الا درتوها في الطاجين يعني غطيبوها على نار مهيله كتجي كتذوب في الفم. المهم كيف ما لاحظتوا غادي ندير الزبده في الطاجين ديالي وغنحط عليها الحيمه. النوعيه ديال اللحم كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، يمكن لكم ديروا الغنمي كيف يمكن لكم ديروا البقري. هنا غادي نضيفوا الفصوص ديال الثوم اللي عندنا، ما كنقطعوهاش كنخليوها صينه. ما تخافوش راه ما كتبقاش باينه، راه مع الطياب كتذوب وما كتبقاش باينه نهائيا في المريقه. هنا غادي نضيفوا السمن اللي لا كان ما متوفرش عندنا يمكننا نعوضوه بالضامه ديال السمن. كذلك الزعفران شعره الا ما كانش متوفر عندنا يمكننا نعوضوه بالزعفران اللي كيجي ضامه، حتى هو راه كيعطي نفس اللذه. هنا غادي نضيف الزعفران شعره اللي كندوزو ما بين يديا حتى كيولي غبره. كيف سبق لي وقلت لكم الا ما كانش متوفر الزعفران شعره كيمكن لنا نعوضوه بالضماء ديال الزعفران. ونضيف عليهم كذلك كاس ديال الماء. الملحه والكمون ما كنضيفوهمش دابا، انا كنخليهم حتى كيقرب اللحم يطيب عاد باش كنضيف له الملحه والكمون. نحطوا الطاجين ديالنا يطيب على نار مهيله. هنا غنبدا نحضر الاطباق اللي غنرافق مع الطاجين ديالي. قطعت بطاطا مربعات ودرتها كتقلى في زويته، وهنايا عندي خيزو اللي قطعته شرائح طويله ورقيقه وكندير له نص لقه. البطاطا من بعد ما كتقلى كنقطروها مزيان من الزيت وكنديروها في واحد المقيله اخرى لان مازال غادي نسوطيوها مع شويه ديال العطريه. هنا من بعد ما كنحسوا بالحيمه ديالنا طابت غادي نزيدوا عليها الملحه والكمون. الملحه كتبقى على حسب الذوق، الكمون انا غادي نضيف جوج ديال المعالق كبار، وانتم يعني حتى هو غديروا على حسب الذوق ديالكم. بغيتوا الكمون يكون شويه زايد واللذه ديالو يعني باينه، راه غادي ديروه تقريبا جوج معالق كبار لكل كيلو ونص حتى لجوج كيلو ديال اللحم. الا بغيتو تكون غير من السم به يعني ما تكونش ظاهره بزاف غديروا معلقه كبيره. لاحظتوا معايا هذه هي الطريقه كيفاش كنحرك الطاجين ديالي، ما كنستعملش المغرفه اولا السباتول باش غادي نحركو، غير كنقبطو من يدي وكنحركو مزيان حتى كتنسجم ليا هذاك الكمون والملحه مع المريقه ديالي، وكنغطيه ونخليه يكمل الطياب ديالو. هنا غادي نرجع نكمل المقبلات اللي غادي نرافقها مع الطبق الرئيسي ديالي. هنا خديت هذا المكور الصغير اللي كنسميوه شو دو بروكسل ولا بروسل سبراوت،
وغادي نعملو يتسلق مزيان. البطاطا اللي سبق لي وقليت غادي نسوطيها شويه ديال العطريه مع زويته بلديه، غادي نضيف ليها 4 معالق ديال الكمون، 4 معالق ديال الثومه غبره، ربع معلقه ديال التحميره، وربع معلقه ديال الابزار، وغادي نضيف ليها كذلك شويه ديال القزبر والمعدنوس. نقليوهم شويه فوق نار مهيله حتى كتشرب لنا البطاطا هاد التوابل اللي ضفنا ليها. بالنسبه للجزر اللي سبق لينا وسلقناه يعني نص سلقه، كنديروا في المقله ونضيفوا عليه زويته بلديه وشويه ديال الثومه اللي قطعناها رقيقه، كنضيفوا قزبر ومعدنوس. كنضيفوا 4 معالق ديال الكمون، الملحة دائما كتبقى على حسب الذوق، انا هنا عملت 4 معالق صغيرة، وشوية ديال الابزار. شوية ديال التحميرة. وكنقليوهم مزيان في هذه العطريه حتى كيتشرب لينا التوابل كامله، كيجي لذيذ بزاف، غير جربوه ما غتندوش عليه. المكور الصغير ديالنا ملي نسلق كنصفوه من الماء وكنديروه نشحروه في مقيله. انا كنقول له المكور الصغير لان بصراحه ما عرفتش الاسم ديالو بالعربيه، حنا كنقولوا له براسل سبراوت ولا لو شو دو بروكسل. المهم ما كنكثروش فيه العطريه بزاف، كنديروا فيه شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه، وكنقليوه في شويه ديال زيت زيتون. وهنا من بعد ما كل شيء يوجد غادي ننزلوا في اطباق التقديم. نخليكم مع الفيديو وتلاقاو الشكل النهائي للاطباق ديالنا كلها. بالنسبه لهاد لاصالاد، هادي من صالاد ديال القوق، كتجي في هاد القريعه لذيذه زوينه، فيها الفلفل الاحمر وفيها القوق والزيتون، كتباع في الدي. بالنسبه للناس اللي عايشين هنا في امريكا راه كتباع في الدي، موجوده لذيذه والثمن ديالها يعني رخيص بزاف، ما كاملاش شي 3 دولار او لا 4 دولار ما كاملاش. وها هو الطواجن ديالنا واجد، كيجي لذيذ معلك، المريقه كتجي واقفه ما فيهاش الماء، كيف شفتوا في الطريقه راني استعملت غير كاس الماء
لان طيبته على نار مهيله بزاف مهيله مهيله بالنسبه للناس اللي انا كنأكد اللي كنتو غطيبوه في الكوكوت حضيو مع الماء، يعني كديروا القياس ديال الماء ومره مره كتقلبوا باش ما يتحرقش لكم. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه ديال اليوم وتخليوا لي في التعليق كيف جاتكم. وين عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديوهات ديالي او اول مره كيدخلوا القناه، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. المرحلة اختيارية، يعني يمكن لكم تستغناو عليها، هذا فقط للتزيين يعني للمنظر. كنعملوا البيض مسلوق واللوز مقلي. هذا الحمى بالكمون او اللحم المكومن راه ما كيتزينش، ولكن فقط للمنظر فضلت انني نزينه بالبيض وباللوز مقلي. كنا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى انه يكون نال اعجاب ديالكم. مبقى لي الا نقول لكم مع السلامة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.